كنحب الجمهور المغربي كامل، كنبغي نقول الجمهور المغربي راه كنحبكم واخا غبت عليكم، راه ديما كاين غيب وحاضر ولابس نظاظر. هو اللي كنقول لكم اخوتي اللي طلع لي الدم واللي فقصني واللي مرضني هو مول الخاتم. انا ما غاديش نهضر على شي واحد، غادي نهضر اليوم باختصاص على مول الخاتم، حيت مول الخاتم هو اللي عندي به انا ما عندي الغرض دابا حتى شي واحد. مول الخاتم منين انا كنشوف وعود كاذبه كيبقى فيا الحال، تيبقى فيا الحال. دابا مول الخاتم امتى حنا غادي يسكت؟ ما غاديش يبقى يدوي. راه ساهله انا خوتي، ساهله انا خوتي نجيب لكم واحد الماكينه من عندي وتجي عندي اذاعه ونبدا نحط الماكينه على الضو. هذه راه ياقوته، شحال فيها الضو؟ هذه راه ماشي ياقوته، شحال فيها الضو؟ هذه لا راه ياقوت. داك الشيء راه ما نمشيو نجيب واحد السيد مختص في الالماز، كيفهم في الالماز، كيفهم في الياقوت، كيفهم في هذا الشيء. كاين عندنا ناس الحمد لله وشكرا لله في المغرب، ناس كبار. انا كنقول لك كاينين ناس عثمان مول الخاتم، كاينين ناس كبار منك عندهم علم بهذا الشيء ديال الجوهر مجوهرات وهذا الشيء ديال الالماز وهذا الشيء ديال الياقوت. يعني انت بانك تقول قاري في فرنسا، اول حاجه خصك تقرا في فرنسا هي الاخلاق. فرنسا كتقرر لك اخلاق، اما المغرب راه ما نعاودش ليك، المغرب هي فين تعلمنا الاخلاق، حيت حنا في المغرب الحمد لله والشكر لله مربين تربيه حسنه، قاري القران، كنخافوا الله، ما كنديروش شي حوايج اللي هي خايبه. باش تمشي تكذب علينا وتكذب على الناس وتقولنا انا عطيتكم وانا درت انا مبادره ديالك. الله يرحم لك الوالدين اخويا، الله يكثر خيرك اخويا عثمان، والله يرحم لك الموالدين على المبادره ديالك. ها هو ما كذبتيش عليا انا، كذبتي على ايه هاك اختي ايه. انا راه ما خديت خاتم، ما خديت سلسله، انا راه ما خديت والو في هذا الشيء، ولكن مرتي نهضر باش مرتي مسكينه ماشي هو اللي مرضها، بزاف اللي مرضوا ايه. انا راه ما نمرضش ليكم، انا راه ما نمرضش ليكم، انا كنحب الجمهور المغربي، كنموت على الجمهور المغربي. انا كنقول لكم ديما الجمهور المغربي هم امي هم با. الجمهور المغربي تحيه للجمهور المغربي ولي فان ديولي، تنحبكم وتنموت عليكم. انا كنقول لكم ديما غادي نبقى نقول لي كاين، وغادي نبقى ديما في التواصل الاجتماعي كنقول لا فيريتي. الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما غنقولش شي حاجه اللي ما كايناش. حنا ديما راه الاشاره ديال الجمهور، شي حاجه اللي كاينه خالفه القانون حنا راه كنقولوها. هذا السيد هذا عطانا، الله يجازيه بخير، عطانا خاتم، عطانا خاتم ايه. بغات تشري ماكينه الصابون والثلاجه، ما عندناش حنا هادشي. من قالت لي مصطفى راه خصنا، قلت لها انت شوفي ايه، قالت لي انت شوفي مصطفى ما يمكنش نبقى حاطه هذا الخاتم، ما يمكنش نبقى حاطه هادشي وانا مصطفى خصني. حنا المغاربه راكم عارفين اخوتي، حنا المغاربه اللي كنا عايشين في حياه شعبيه، وانا باقي كنقولها دابا، انا باقي ود حي شعبي، انا باقي شعبي. حنا الناس راك عارفين كنتخصوا، ما غاديش تبقى حاطه واحد البياسه دايره مليون ولا مليون ولا 40، ضروري بنادم غادي يبغي يقضي غراض، غادي يبغي ياخذ بها. مي دونك انا كان ايه، قالت لي ايه عندي خواتم، عندي هذه نحيدوا عندنا هذو نشوفهم. حنا من انا من عند الله ورضات الوالدين. لبست حوايجي خرجت انا وايه، قلت لها يلاه نمشي. فين مشينا؟ ندينا داك الشيء، دينا داك الشيء للمعارف. كاينين بعض الذهبيه حداه، هو ما غنسميهمش دابا، هما اللي دينا لهم داك الشيء، حيت حداه في المعارف كيعرفوا داك الشيء، هما كيساوي اللي كيقول لك هو. كاينين الناس حداه في حوانت كتعرف داك الشيء بمستوى عالي، ما كتبينش الدبلومات ديالها. أجاب الدبلومه، حنا قلنا لك ورينا الدبلومات ديالك، ما قلناش لك ورينا الدبلومات ديالك، حنا قلنا لك قلنا داك العدقيق واش اصلي ولا لا، ما تجيبش ناديك البولات ديال لها تيت طوط تيت طوط. لا حنا ما كنعرفوش تيت طوط، حنا كنعرفو اش دار المسخوط. تحيه من هذا المنبر اش واقع، حيت اش واقع كنقول فيها اش واقع، اذاعه اش واقع انا ديما كنقول فيها اش واقع. اش واقع مصطفى؟ ها اللي واقع، واللي واقع اللي واقع. واش بغيت نسولكم اخوتي والجمهور والمغاربه، واش شي حاجه ضراتني ما نقولهاش؟ نقولها ولا ما نقولهاش؟ ما ضراتنيش انا. اوكي
السلام عليكم. مشينا كما قال مصطفى مشينا للمعارف باش نبيعوا هذيك السنسله. ملي مشينا انا كيصحابني السنسله لما حساب ما قال هو قال لك السنسله بلي انها ياقوته وكذب علينا. صافي مشينا عند مول الذهب قال لنا بلي هذيك السنسله راه ماشي ياقوت هذيك غير عييقه دايره شي 30 درهم فحال ما قال لي بغيتي بزاف نعطيك بزاف. انا تصدمت بقيت كنشوف فيه. شوفوا اخوتي الجمهور وحق ميمتي لي في القبر وحق قد المولود الجديد اللي جاي عندنا انا وايه إما عطانا ياقوته والله تعقيقه بالله اللي فوق مني هذيك عطانا ماشي ياقوته حمراء عقيقه حمراء شاد العقيقه هذا اللي داير في يديه هذا نقدروا نقولوا لا مارك على ديك العقيقه اللي عطاناها والله حتى نقدروا نقولوا هذا العقيق ديال السنغال هذا لا مارك على ديك العقيق اللي عطاناها هو باش تكذب لي على اي حشوم تكذب علينا حشوم كنا كنحتارموك وكنقدروك ومن التحيه ومن هذا المنبر اخويا عثمان انا كنقول لك خويا خدم بنيتك وجيب الالماز من نيتك وما تجيش عندنا حنايا سير عندهم هما كذب عليهم انا ما تكذبش عليا تقول لي عطيتك يا قوته ويا برغوته فهمتي ديك راه ماشي يا قوته وانا ما تيقتش داك الراجل الاول اللي مشينا عنده مشينا عند الاول والثاني والثالث عاد داك الراجل الاخر يلا جاي من الحج قال لي شوف بنتي انا ما غاديش نكذب عليك ها هي السميه اللي اصلا هو قال لنا يا قوته ونصب لك كتب هذيك السميه ديال العمر ديال العاق هو قال لنا يا قوته ولكن نسيتي عثمان بانك راك كاتب السميه ديال هذيك الحجره في الورقه نسيت السميه ديالها احنا غادي نمشيو عند ديبي هو غيقول لنا السميه احنا علاش غنعقلوا على السميه احنا بغينا نعقلوه غادي نعقلوه خوتي اللي بغيت نقول لكم اللي بغيت الجمهور يفهم انا راه كنحترم الجمهور انا راه ما نقدرش نكذب على الجمهور وانا راه ما غنكذبش على الجمهور وما عمرني غنكذب على الجمهور حيت الجمهور كيبقى هو مصطفى هو ايه صافي انا بغيت غير نوصل للناس باش ما يبقاوش واخدين علينا واحد الفكره خايبه وصافي هادشي اللي بغيت نقول حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.